مرحبا أصدقائي صديقاتي، وياكم إيهاب من قناة إيهاب فتنس، القناة العربية للرشاقة والرياضة وبناء الجسم السليم. أرحب بيكم كلكم، ويا رب يكون يومكم جميل ومليء بالحب وكل عسل مثلكم ومثل قلوبكم. اليوم حنتكلم بموضوع ربما يسوي بيناتنا نوع من الاختلاف بوجهات النظر، ربما تكون وجهات نظر قوية مع أو ضد. إحنا قبل ما نبدأ الموضوع أريد نسوي اتفاق، اتفاق بأنه نطرح وجهة نظرنا مهما كانت بصورة راقية، نحاول نقنع المقابل بوجهة نظرنا دون ما أن نعتدي عليه، لأنه من حقنا كنا أن تكون عندنا وجهة نظر بهذا الموضوع اللي هو مهم جدا. الأسبوع الماضي عملت استفتاء بصفحتي بالإنستغرام أنه هل ذهاب المرأة إلى النادي الرياضي أو الجيم يعتبر شيء مخالف للعادات والتقاليد، وهل يعتبر شيء منافي للأخلاق. والشيء اللي صدمني حقيقة أنه 40% من متابعيني ومن أصدقائي ومن صديقاتي تصوتوا بأنه هذا الشيء فعلا منافي للأخلاق، بالرغم بأن أني ما حددت نوع الجيم، ما حددت هل الصفقة قد يكون نساء فقط، نوع التدريب، مكان الجيم، البلد اللي بين نادي الرياضي، البلد اللي هاي المرأة منه. يعني كان السؤال عام جدا، لكن طبعا الناس صوتوا حسب بيئتهم الخاصة، وهذا الشيء افتهم. 40% قالوا نعم هذا الشيء معيب، واحنا بسنة 2018. قبل ما ادخل بوجهة نظري، تعرفون اصدقائي صديقاتي انه احنا الان بالعراق مثلا، بالسعودية، بالكويت، وحسب ما انا مقدم لكم بفيديو بالارقام، انه نسبة السمنة وصلت الى درجات مخيفة، درجات مرعبة. وانا ما اتكلم شخص سمنته زايد 15 كيلو، ده نتكلم اوبيسيتي، ده نتكلم السمنة المفرطة اللي تأثر على مستقبل البلد، العبء اللي تحطه على وزارة الصحة، على التخطيط. يعني هاي احنا الان ده ننتج اجيال معرضة الى جميع الامراض، حنكون مجموعة من البشر سكر، ضغط، كوليسترول، فشل كلوي، وامراض القلب وبعض الامراض السرطانيه ايضا السمنه تؤدي لها. الموضوع جدي، واني بالنسبه لي كإيهاب اعتبر انه المراه هي مركز البيت، والكل اللي بالبيت يدورون حولها، اولادها وزوجها حتى، والكل. يعني إذا كان تأثيرها إيجابي على بيتها، العائلة كلها هذه حتبدي تكون عائلة صحية، هذه العائلة كلها حتتأثر بالمرأة. إذا المرأة تسوي أكل صحي بالبيت، الزوج والأولاد حياكلون من هذا الأكل الصحي، وهذا الواقع، هذا الواقع والحقيقة. لكن الآن خلينا نتكلم على ذهاب الجيم. يعني الجيم هل هو فعلا مكان منافي للأخلاق؟ السؤال ليش زين الجيم للرجال مو للنساء؟ يعني أنا أرد أشوف إذا الجيم هو مكان بآلات بأشياء رياضية، والاختلاط هو الشيء العيب، يعني النساء والرجال بنفس المكان هو الشيء العيب، زين ليش المكان يكونون بالرجال ومو النساء مثلا؟ يعني أرد أشوف إذا مجتمعنا ضد هذه الفكرة، مو المفروض الدولة تسوي واجب على كل مكان ينفتح بخدمة للرجال وللنساء على حد سواء؟ يعني النساء جزء من المجتمع، ومردود الدولة يرجع منه للنساء أيضا لأنهم مواطنات، فغير مقبول من الناحية إذا نحكي قانونية بأنه مكان يعطي خدمة بس للرجال. يعني تخيلوا تروحون المطعم يقول والله إحنا ما نبيع للنساء بس للرجال، شلون هذا الشيء مقبول؟ ما مقبول، صح ولا لا؟ أني احترم وجهات النظر، واعرف هذا الموضوع حساس عند البعض، خاصة اللي عندهم تصورات دينية معينة، من حقهم، انا هذا مو شغلي بالقناة. لكن انا اشوف مثلا، يعني احنا عندنا من الامور اللي احنا كلنا من صغار نتوق لها ونريد نسويها من كبار، هي موضوع الحج، صح ولا لا؟ يعني بالنسبة للمسلمين، يعني طبعا كل دين له ثقافاته والأشياء اللي يسويها. الحاج حسب علمي وحسب ما أعرف، يعني أنا أيضا عندي اطلاع وأقرأ، أنه مختلط، ماكو فصل، يعني ماكو خط نساء خط رجال، كل المؤمنين والمؤمنات والناس مع بعض يعني يعبدون ربهم، من حول النقاش ديني. لكن هاي أطرحها كيعني وجهة نظر، يعني
كنقطة نقدر نفكر بيها حتى نعرف شلون نتعامل ويا هذا النوع من المواضيع. هل انه المشكلة على المرأة يعني؟ او المشكلة بالمجتمع، المشكلة بالشباب؟ يعني انا اريد اسمع منكم، هل شبابنا اليوم وصلوا الى درجة من قلة الادب، يعني خلي استعمل هالمفردات، وعدم الاحترام والتجاوز على بنات جيرانهم، على بنات منطقتهم، على بنات بلدهم مدينتهم، يعني اذا راحوا للجيم يعترضون لهم وما يحترموهم؟ هل شبابنا معقولة بهاي الدرجة من الاخلاق؟ قولوا لي، ارد اسمع من البنات وارد اسمع من الشباب، لان الشباب هم عندهم خوات ويفكرون يعني من هذا المنطلق. انا اعتقد انه المكان، مكان الجيم والمكان الرياضي، هو مكان مقدس، ولازم يكون للمرأة مكان به حالها حال الرجال، مختلط او غير مختلط. ومسؤولية ادارة النوادي انه المرأة من تروح، البنية الشابة الكبيرة الصغيرة من تروح، تكون محترمة ومتاح لها ان تتدرب، ويكون لها فسحة من المجال ومن الآلات ان تحسن صحتها وترجع لبيتها والاهلها والحياتها. يعني انا حنطيكم مثال عن احد الشباب اللي انا اختلط بيهم واشوفهم، اللي يحملون نوع من وجهات النظر المتعصبة او المتشددة، يعني على امهم، على خواتهم، على النساء بصورة عامة اللي يحيطون بيهم. تعرفون يعني انا عايش بلندن، تعرفون صار لي 20 سنة، يعني متابعين يعرفون مختلط، واشوف شبابنا اللي يجي صار لسنة من اي بلد عربي، اشوفهم يجون يكون عندهم انقلاب جذري على خلفياتهم الثقافية. البنات اللي يروحون ويزوجوهم ويخطبوهم، ذن البنات تاريخهم وحياتهم وطريقة عيشتهم مخالف لكل الامور اللي هم يدعون بها. يعني انا من اسمع اختي لازم تلبس كذا، ممنوع تروح للجيم، ممنوع كذا، بس البنت اللي يختلط بيها كل الأمور عليها حلال، كلها بأصعبها وأكثرها انفتاحا، والأمور البسيطة يعني أختها تروح للجيم عيب. يعني هذا أنا أشوف انفصام بالشخصية خطير. وأنا أعتقد لما نظل ندفع الإنسان إلى زاوية وكل شيء عيب وكل شيء ما يصير وكل شيء، وخاصة نحن دا نتكلم هذا شيء صحي، هذا شيء مهم، هذا شيء ضروري، في وقت ما حيصير انفجار ويكون طلاق، يعني طلاق يكون في طلاق بالثلاثة حتى للأشياء المهمة. وأني توصلني رسائل، أنا ماذا أتكلم من الفراغ، بناتي كتبولي ومتابعاتي كتبولي من الجزائر، من المغرب، من العراق، من السعودية، فأعرف إحنا يا شباب يا بنات يا إخواني يا أخواتي، لازم يكون عندنا درجة عالية من الإدراك ونتعامل مع الأمور بحكمة. إذا ظلينا منغلقين ومقفولين على الأمور الصغيرة الحياتية، ترى الشغلات الكبيرة المهمة وراها كلها تفلت بعد، وما حد يقدر يوقفها، والعنف ما حيحلها. أنا الصراحة هذا الموضوع يعني موضوع حساس، وأنا قناتي قناة للصحة ومو قناة اجتماعية، مو قناة يعني نناقش هذا النوع من الأمور، لكن هذا الموضوع مأثر علينا بصورة مباشرة، يعني مأثر على متابعاتي، مأثر على فريقنا، مأثر على مجتمعاتنا. الناس يعني إذا تطلع حقها تحكم، يعني هسه إذا بعض الناس بعوائلها بخواتهم بزوجاتهم، هاي من حقهم. أنا ما أجي أخترق بيوت العالم وأنطي أفكار، هذا مو من حقي. الإنسان والإنسانة من حقهم يعيشون حياتهم بالطريقة اللي تريحهم والطريقة اللي تعجبهم. لكن الآن إذا بنية تريد تروح للجيم، تريد تحسن من صحتها، السمنة مأثرة على نفسيتها، مدمرة حياتها، دا يصير عندها سكر، يجيني واحد يتفلسف عليها يقول والله هذه مو زينة، هذه ما ملتزمة، هذه مو إنسانة كذا وكذا وكذا، حتى البعض يطعنون بشرفها، هاي يعني خط أحمر يا شبابنا يا بناتنا، هذا الخط الأحمر الحقيقي، مو الأسماء والشخصيات، هذه حياتنا، هاي خواتنا، يعني هاي أمهاتنا. يعني إلى متى إحنا نبقى هيك أشداء على بعض، واحد يكسر 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 بالثاني بحيث حتى الحياة كرهوها؟ والله أنا توصلني رسائل ناس كارها الحياة، بنات كارهات الحياة، هذا ما يصير، مو عدل، مو صحيح، مو صحيح. أنا اللي أريده منكم أصدقائي صديقاتي، أقرأ آراءكم بصدق
اذا انتم توافقوني او تخالفوني الراي، وخلي نكون راقين بالنقاش. اعتقد هذا الموضوع موضوع جدي، والدول لازم تحط اماكن مناسبه لكلا الجنسين ان يبحثون ويوصلون لحياه صحيه. الرياضه مو حكر على الرجال ولا حكر للنساء. انا حتى اختلف مع صديقاتنا واخواتنا اللي عندهم قنوات فتنس يطلعن بس يسلمن شلونكم يا بنات، هذا مو صحيح. انتوا ايضا تقدمون محتوى المفروض للبنات وللرجال، الصحه مو حكر على احد. وانا الحمد لله يعني قناتي من اشوف الديتا 50% رجال و 50% نساء، وانا حسوي اللي اقدر عليه بان تبقى بهذه الطريقه، انه احاول اوصل المعلومه للكل الكل الكل بغض النظر يعني. فهذا الموضوع شويه يعني حساس، حاولت اطرح وجهه نظري بطريقه ما اتجاوز على احد وما ازعل احد، لكن بنفس الوقت وصلتها. واريد اسمع منكم، اشوفكم بالفيديو الجاي، احبكم كلكم، يومكم عسل.